بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد أولين زاو، السكرتير العام للاتحاد الدولي للاتصالات، السيد إبراهيم سانو، مدير قطاع التنمية بالاتحاد الدولي للاتصالات، معالي السادة الوزراء، أصحاب السفراء وقائمين على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء هيئات تنظيم الاتصالات، السادة أعضاء الوفود المحترمين، السيدات والسادة الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن خالص الترحيب بتشريفكم الكريم للمشاركة في الندوة العالمية لمنظمة الاتصالات GSR في دورتها 16، والتي يفخر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باستضافتها هنا في مدينة السلام شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. إن الندوة العالمية لمنظمة الاتصالات تتميز بأهمية خاصة بين المحافل الدولية المختلفة، كونها منصة الحوار المفتوح وتناول القضايا المشتركة بين الهيئات التنظيمية ورواد الصناعة من قطاع الاتصالات، وهو الحوار الذي تطور ليتجاوز حدود القضايا التقليدية وليشمل التحديات المشتركة عبر القطاعات المختلفة التي أصبحت تعتمد بشكل أساسي في تقديم خدماتها على بنية قطاع الاتصالات وتطبيقاته. إن تنظيم الاتحاد الدولي للاتصالات لهذه الندوة في مصر بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يأتي انعكاساً للثقة المتبادلة وتكريم العلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد، وهي العلاقة التي تمتد لسنوات وعقود مضت نعتز بها. السيدات والسادة، إن شعار الندوة هذا العام التمكين والشمول لبناء المجتمعات الذكية في عالم موصول يأتي شاهداً على أهمية التكامل بين قطاع الاتصالات والأطر التنظيمية من جانب مع مختلف القطاعات من جانب آخر، وهو ما عبرت عنه أجندة الندوة في دورتها الحالية. فقد جاء جدول الأعمال ليطرح العديد من التحديات التي لا بديل عن نتناولها سويا لنخرج معا بمقاربة متناغمة تكفل لنا جميعا الاستفادة القصوى من الفرص الكامنة لتحقيق الرخاء لشعوبنا، وبما يمكننا من المضي قدما نحو الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وفق أجندة 2030 التي تبنتها دول العالم من العام الماضي. نحن اليوم في أمس الحاجة لخلق بيئة تنظيمية للتكامل بين مختلف القطاعات، والعمل معنا لإزالة كافة الحواجز التي تعيق التعاون المنشود. فعلى الرغم من سرعة التغييرات التي يشهدها قطاع الاتصالات، لا يزال أمامنا العديد من التحديات، لا سيما في الفجوة الرقمية المتنامية. فهناك أكثر من 60% من مواطني العالم محروم من خدمات الإنترنت، الأمر الذي يحد من قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد الرقمي على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، ويحول دون تحقيق فرص الإدماج الكامل في التنمية. فلا شك أن رأب الفجوة الرقمية لا يزال التحدي الأهم أمامنا، وللاتحاد الدولي للاتصالات دور رائد في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع كافة الأطراف، خاصة في ضوء الفريد للاتحاد مع هيئات تنظيم الاتصالات حول العالم في مجال التنسيق للطيف الترددي. وفي هذا السياق، فكان للجهاز الشرف التعاون مع العديد من الدول العالم تحت مظلة الاتحاد في إتاحة البنود الطيف الترددي الحديثة للاتصالات العالمية المتنقلة، وكان ذلك في خلال مؤتمر الاتصالات للراديو WRC. ونأمل أن يمتد هذا التعاون في السنوات القليلة القادمة نحو تضمين حقوق غير المتصلين من خلال إتاحة المزيد من موارد الطيف الترددي. السيدات والسادة، لقد أصبح ضرورياً الآن وأكثر من أي وقت مضى على بناء وتعزيز الشراكات التي تضم كافة أصحاب المصلحة من المؤسسات الدولية والحكومات وهيئات التنظيم والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية كشركاء أساسيين في ربط العالم بعضه ببعض وخلق قيمة مضافة للأعمال التجارية. لذا نأمل أن تساهم هذه الندوة في حفز وتمكين المزيد من الابتكار مع الحفاظ على مختلف حقوق المستخدمين، وذلك من خلال المزيد من التكاتف لخلق أطر فعالة للتعاون والتكامل بين كافة الأطراف. ختاماً، لا يفوتني أن أتوجه بالشكر للسيد أولين زاو السكرتير العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والسيد إبراهيم سانو رئيس قطاع التنمية بالاتحاد، على روح التعاون والثقة التي لمسناها خلال شهور الإعداد التي سبقت هذه الندوة. كما لا يفوتني أن أتوجه بفوق الشكر والتقدير للسيد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دعم المتواصل للجهاز في استضافة وتنظيم هذه الندوة، وكذلك تكرمه برئاسة هذه الدورة. أيضاً بكل الشكر لكافة فرق العمل الوطنية التي ساهمت في الإعداد لهذا الحدث.
السادة، أتمنى لكم جميعا مشاركة فعالة في هذه الحدث الهام، وأن تثمر مناقشاتنا على مدار الأيام القادمة على مخرجات تضيء الطريق وتمثل انطلاقة نحو نمو نماء ورخوء شعوبنا. مرحبا بكم في مصر، متمنى لكم إقامة طيبة. أشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.